برافو. لا بالمجموعات كده. لا، ايش يختلف؟ من يجاوبني بعد يعني الاي ار راح يبقى ثابت، بس ايش يختلف؟ نجيب حرف عله؟ لا 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 لا، يختلف الاضافات. يعني مع جو راح نضيف اي اي، مع تو ايش نضيف؟ ايزيت لا اي اس. هذا احمد مع الايل والال، ايش نضيف احمد؟ اي ستار اي اي. ومع النو او ال ومع الفو الايزيت اوزيت، مع الايل والال او انت وانت. زين، نرجع على فعل فير يعمل او يزاول. فير يعمل او يزاول، ايش الجذر ماله؟ من يقول لي استاذ؟ اف اي ار. اف اي ار هو نفسه راح يضل طبعا مع التو والال والال والنو والال والال. ايش يختلف عندنا؟ الاضافه نفس ما قلنا مع الفعل السابق اللي هو فعل الاليه يذهب. نجي على ثالث فعل فينير اللي هو ياتي، نفس العمليه، احفظ الجذر ماله من الفي الى الار. تعرفون هذا فينير شلون تحفظونه؟ سهل، قولوا نحذف الار نقلب الاي بعد الفي. لاحظوا هي يعني الاي بعد الفي، وارجع اضيف دي ار صار عندكم جذر. انا كنت حفظت الاضافات، مع جو اضيف اي، مع تو اس، ومع الال والال اضيف ا، مع نو اونس، ومع الفو وزيت، ومع الال والال او ان تي. نرجع على فعل فوار يرى. فوار يرى مثل السي عندنا بالانجليزي. الجذر مالته في او دبل ار، يعني في اي دبل ار. احفظه اهم من نفس العمليه، اضيف نفس الاضافات وهذا هو. نرجع مثلا هسه اي هوني راح ناخذ مثلا دقيقه انتبهوا معي من هاي الشواذ اللي قلنا عليها. مثلا ناخذ فعل سنصرف وين الورد الورد يعني. استاذ بس سؤال، الاي ار ما عندنا حذف بيها؟ لا الاي ار لا ما تلحق غفران، هذا راح يصير جذر فعل. يعني مثلا بس الاي، بس الاي نحذف ونضيف الاضافه. بس برافو، بس كان انتهى الدي ار اي نحذف الاي. يعني هسه مثلا فعل آلي، تبهوا معي فعل يذهب، أنا الجذر ما لكن حفظتونه أشنو؟ آي آر هذا ويظل ثابت، مع جو نفسه أنزله. لاحظوا آي آر، بس أش أضيف؟ أي آي الإضافة، مع تو همين ينزل نفسه الجذر، وارجع أضيف أي إس، ومع الإيل والإل آي آر، وارجع اضيف اي، يعني اي ال ال اي غا، مع انه لحظه نجي مع انه همين ينزل الجذر نفسه اي ار، بس ايش اضيف مع انه نهايه الجذر؟ يلا من يقول لي؟ او ان اس. برافو احمد، بس اضيف او ان اس. زين نجي مع الفو، هم نفس العملية اي ار، وش اضيف مع الفو؟ وزيت. وزيت زين، نجي مع الال والال الجمع، انزل اي ار، دقيقة نزلت اي ار، وش اضيف؟ او ان تي. هذا هو او ان تي، وبقية الافعال الشواذ مثل ما قلنا هم تدرسون بس الجذر مالته، ونفسه تنزلوها مع الفاعل وتضيفون بس الاضافات حسب الفاعل، وهاي الاضافات تبقى اللي هي اي 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 اس اي او ان اس واي زد واو ان تي. اذا كان افعال مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه شواذ هاي الاضافات تبقى ثابته. زين عندكم سؤال قولوا لي طلاب. طلاب طالبات عندكم سؤال؟ استاذ سؤال بس صيغة السؤال شلون راح تجي لحتى اضيف هذول كلهم؟ هو اقل كي ضعي هذه الجمل، هي اساسا سؤال صيغة السؤال هي يعني نفسها بالتمارين. يعني راح اقل كي ميتي لي فيرب اونتر بارونتيز او فتور مثلا سامبل. يعني هون لحظه هي يعني مثلا كونجوجي او فتور، صرفي بزمن المستقبل البسيط. الفتور ايش معناته؟ فتور سامبل نسمينه طبعا بالانجليزي بالفرنسي هي يعني راح اكتبه نسمينه لحظة
سمينو فتور سامبل. فتور سامبل ايش معناته؟ معناته المستقبل البسيط. تبعتم شلون؟ فمن اقول فتور سامبل، من تخشعون كلمه فتور سامبل، اذا هاي الجمل راح تضعوها بزمن المستقبل البسيط. بعد ايش عندكم سؤال؟ طلاب دكتور بس تنزلنا البي دي اف او هذا يعني على هالاساس انا احسن. هو راح هذا نفسه راح ارجع احولكم هو، انا نفسه راح ارجع احولكم هو على شو اسمه على التليجرام، حتى يكون عندكم الشرح والوورد امامكم موجود. تمام زين. هسه دقيقه بس اريد بس يحاول دقيقه. زين أسع طلاب نجي هي يعني هذا الصفحة 58. دقيقة ألاقي لكم هيك تمرين صعب. انتبهوا بس معي طلاب، هسه هذا التمرين عاد ترشعونه طلاب طالبات استوب. اللي هو هذا صفحه 59. ايش اريد منكم؟ بس التمرين الاول تحلون الفقره الاولى، يعني ايش حيقول بيها؟ كونجوجي اوفتو صرف بالمستقبل، فورم افيرماتيف بالمثبت، يعني هاي تضعوها بالمستقبل بالمثبت. عندنا ثلاث جمل، اشنو هي؟ اوفغير لا فونيتر، فتح النافذه. وهسه شرحنا عن فعل اوفغير اللي هو يفتح، ينزل الفعل نفس ما هو ونضيف الاضافات حسب الفاعل فقط. وعندنا اوفوار لا تور ايفيل، رؤيه برج ايفل، يعني اقول انا ارى برج ايفل وانت ترى برج ايفل وهو او هي او نحن وهكذا. هبه نفس العملية تعملوها بالمستقبل البسيط مع جميع الضمائر. وعندنا ثالث جملة آلي أباري، آلي أباري يعني سوف يذهب إلى باريس. هوني هم تضعوها مع جميع الضمائر، يعني هاي آلي أباري هيانو نفسه، هيانو هسه أخذناه، هي هذا هو فعل آلي، بس تضيفون عليها، لاحظوا بس تضيفون عليها أباري، بس بس نضيف أ باري فقط وهكذا تنزل. لاحظتم شلون؟ أستاذ أنت جاي تكتب على الوورد شيء ما يبين، بس أستاذ ما يطلع يا من الوورد. دقيقة يعني الوورد هسه يعني طلعتكم ايه. هذا هيان وفعل عليه هيان تصريفه نفسه، هذا بس تضيفون أباري، يعني الباقي تحلهم على نفس الشاكلة، يعني مع جميع الضمائر. يعني عندنا مثلا لاحظوا نعيد، عندنا أول جملة أوفغير لا فونيتر يفتح النافذة، والجملة الثانية أوفوار لا تور إيفيل رؤية برج إيفل فعل يرى، وألي أباري الذهاب إلى باريس. هاي ثلاث جمل هي كلها بالمثبت راح تكون، الجملة الأولى مع جميع الضمائر، والثانية مع جميع الضمائر، والثالثة مع جميع الضمائر فقط. التمرين الأول هذا المطالبين بينه فقط. وأسا من يعني بس هذا ومن الخلص تراجعون التسجيل، الواجب راح تفهمونه أزيد. أستاذ يعني بالنفي بس نضيف نو باما. إيه بس هذولي ما بينه نفي غفران، هذا التمرين هذا التمرين اللي أخذناه هذا ما بينه نفي، هذه إذا يتبعون فقط بالمثبت. أما لا أستاذ مجال السؤال. ايه بالنفي صح، بالنفي بس نخلي نو وبا. بس دقيقة وفران، من تخلين النو والبا؟ نعم استاذ. الفعل وين صبت خلينه؟ قبل الفعل وبعدين ورا الفعل. برافو غفران،
برافو. لا والله غفران شاطر. غفران شاطر. اي مرتضى ان شاء الله غفران تعبرك ان شاء الله. ان شاء الله. عافية عافية. اي دحق الشو. والله ان شاء الله. غفران شلون اتمنى لك يعني دحق قلب طيب ها ولا ضاج. هو هذا الصح. يعني اصلا بالعكس انتم اي واحد يطلع عندكم اول وثاني يعني انتم اصلا هذا انجاز لكم هذا بشعبتكم يعني هذا اصلا الشيء اللي راح يجينه والشيء اللي راح يحدث معانه هذا عايد لكم عتعرفون شلون دكتور المشكله الحب انتبهوا بس معي هسه نجي هوني بس انتبهوا على الوورد الوورد عاد ترشعونه نعم نعم دكتور هي خليته انه هوني لاحظوا انه زي من يقول لي ليش خليته هاي الفارزه هاي الابوستروف سميها الفارزه العليا سال حرف على التقاء حرفين على وبعده انتبهي غفران بعدها راح اخلي الباء يعني انت تقولين بين النو والباء اخلي بوسطهم الفعل وهكذا مع البقيه طلاب اساعدكم سؤال استفسار بعد شيء هسه نحن خلصنا زمن المستقبل البسيط ونفسه اصلا هذا راح ياخذونه طلاب الصباحي شعبه اي وبي اللي هو بجدولهم يعني نفس المحاضره والمسائي حتى تنعاد مرت الله فهسه هذا هو زمن المستقبل البسيط اتكلم شو انا استاذ يعني هذا بس يا زمن نمتحن يعني هذا اليوم هذا اليوم ايه هذا اللي اخذناه له. هذا هو اللي هو صفحه طبعا يبدي صفحه عندكم يبدي من ايما صفحه هسه انا راح اقول لكم حتى من تدرسون لي موجود عندكم المنهاج يبدي من صفحه 56 صفحه 56 هسه اخذناها يعني هذه 56 57 بها الواجب مع الحل مع هذا التمرين الاول والثاني قلنا علينا و58 الشواذمة الثالثة و59 يعني من 56 الى 59 هذا هو الحل انتم بس تنتبهون على الشرح وتحلون مباشرة الواجبات تمام زين عاصم هسه انا شغيد منك عاصم الصورة اللي راح اقول لك الصورة اللي راح اقول لك اعملها سكرين تعملها سكرين وتنزلها تقول هاي المحاضرة أخذناها من المساعي هسا عمل لاي صورة سكرين عاصم تم دكتور أخذت أخذت زين نجي التمارين هذه خذ له صورة تمام دكتور زين هاي اللي خذ له صورة تمام زين أسف اللخ هاي اللي خذ له صورة تمام دكتور زين هسه هذا انتبهتم هاي تنزل عاصم تكتب اخذنا اليوم زمن المستقبل البسيط وهذا ها هاي المحاضره هسه راح تنزل على اليوتيوب ابعث لكم الرابط ويصب على التليجرام وانتم تدوسون على الرابط يحولكم على البرنامج حتى اللي يريد يعيد تمام دكتور دكتور والواجب تبعثوا لي على التليجرام قولوا طلاب هسه طالبات ايش عندكم سؤال استفسار طلاب أحد عنده شيء قبل ما أتكلم عني دكتور بس أنا أحب أقول لك شيء واحد أيه. كدكتور صفوان في قسم المرحلة الثانية اللي هو معزة تختلف عن كل الدكاترة تسلم وردة تسلم وأنت من العز واني بالنسبة لي أنت من العز يعني علاقتي بك إن شاء الله علاقة محبة أكثر من يعني تعرف أنت ايه دللوا كلكم طلابك طبعا كلكم لكم معزه عندي وما افرق واحد عن واحد طلاب او طالبات بس انا خصوصا عندي الطالبات لا 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 الطلاب الكل ما يزعل ايش يزعل لا لا ما يزعل ما يزعل لا لا بالعكس لا لا اصلا بيني وبين مرتضى اصلا زعل ماكو انا وهو انا وهو بدنا نطلع على الخارج ان شاء الله أستاذ يخاف من الحرمة لا لا يطلع دخل يسا صير لطلع عش ما يطلع السعاني بس جوبل أطلع الحمد لله أنا فري أعزب زين
زين طلاب طالبات أسا عش عندكم بعد تسألون استفسار حول المادة درس عندكم شيء؟ وشكرا شكرا دكتور. شكرا عاصم على المديح، تسلم وردة. شكرا دكتور. عفوا. زين أسا الحل مال الحل أش أريد منكم مال الموضوع اللي أخذناه اليوم تحلون تكملون طبعا والله أسا هاي المواضيع اللي أخذناها ما طعيتكم التمارين الحل كلها يعني خلينا نقول كم تمرين هي في التمارين نحسبها خلينا نقول اللي هي هاي كلها الساعة كثيرة وثقوا واعتقدوا اللي ركز هسه يعيد المحاضرة مباشرة يحل التمرين واللي كان ركز هسه بهاي المحاضرة جيدا يحل التمارين بدون مراجعة ما يغاد له شيء. ليش عاد أريد أعطيكم من الأزمنة حتى نحن من ناخذ فقرات تعليم لغة طبعا بهذا الكتاب موجود فقرات تعليم لغة هوني حتى أنت ممكن أختم الأزمنة من خلالها هي هاي راح نتكلم اللغة لأن بدون أزمنة أشو راح أتكلم بزمن المضارع أشو راح أتكلم بزمن المستقبل وهكذا. فالقواعد هي العمود مع تعلم أي لغة هي الأساس هي الأساس. معكم سؤال طلاب بعد شيء استفسار دكتور بالنسبة لطلاب المساء استاذ احنا نريد نسوي لنا جدول يعني دروسنا يعني فعادي إذا درسنا يعني ما نأخذ اليوم 2:30 يعني نأخذه بساعة تناسب كل طلاب المساء عادي ما عندك مشكلة. ما أنا لا مرتضى دقيق عاصم نحن عاصم من بعده الجدول ما يخالف نحن يجوز تجي أيام أريد أنا تعرف إيش أعمل أريد أجمعكم كلتكم سوا هاي نتفق عليها بس كجدول نحن نأخذ على الساعات الثابتة. أستاذ هذا نسبة بس جدول الصباح يعني ما تقدر بس احنا كجدول يعني قلنا نروح نتفق مع القسم مرتضى بس نسمع روح نتفق يعني احنا محاضراتنا في نرجع من الدوام ساعة 3 ما يعني حتى ذا زين اتفقوا انتم مع القسم ونحن المساء هاي سهلي بيناتنا سهلي بيناتنا ما يشكال يعني نتفق مثلا نريد ناخذها مثلا الكل حاضرين ساعة 8 المغرب او ساعة 8 مساء كمساء دكتور يعني احنا بس المسائي ساعة 8 المساء أو ساعة مثلاً 2 المساء عادي شكرا لك أستاذ بس سؤال عندي غفران الوحيدي لا لا غفران, لا لا غفران لا لا الوحيدي أخذ الساعة 11 بالليل غفران حتى أبزعه لا عادي حتى بعد لا تحكي على الساعة تسلمي لي أستاذ بس بلا زحمة على مود الامتحان شو وقت تقريباً نمتحن ها؟ متى نمتحن تقريبا؟ الامتحان 12 اي امتحان امتحان الفصل وبنقول انا الشهر اي من يقول انا امتحانكم ما يحتاج امتحانكم تعطينا درجات استاذ هاكم المشاركه لا والله منو قال لك اي الامتحان هي المشاركه معكم ان شاء الله عليها درجات عشون الكل بس عاصم 10 من 10 ايه الدلل بس ايش عندنا الامتحانات بعد ما هسه الامتحانات ان شاء الله من انا من راح تبدي من راح تبدي نحن يبلغونا انا مباشره ابلغكم بالمواضيع اللي راح نمتحن بها فانتم راجعوا درسوا طلاب سواء مادتي او باقي المواد حتى انت من تبدي امتحانات عندكم الفصلين نسميها انتم جاهزين ان شاء الله يا غفران تعبرين مرتضى استاذ ماكو فرق كلتنا سوا ان شاء الله هكذا بحيث هو ياخذ صفر انت تاخذين العشرة كامل لا اصلا ما اخذ صفر بس استاذ يعني عندك لا عندك بالفرنسي 40 من 40 مرحله اولى اعرف اعرف اي برافو ما بس معي اريد مع باقي المواد لان باقي المواد هم مهمه خصوصا الانجليزي همين هاي حتى تفيدكم على المستقبل من اللي تريدون تكملون ماجستير او تقدمون على جامعه خارج العراق هاي كلها ينظرون اليها يعني درجه مالكم مهمه انتبهوا عليها استاذ السنه الاول والثاني للمسائي يعني ما حاجه الصباح لا توصيهم صح صح ما ننطي العام ما انطيناها والسنه ناخذها همين ان شاء الله الكل يتالق والكل يتفوق ان شاء الله دكتور ان شاء الله ان شاء الله الطلاب ما عندكم اي استفسار هذا هو ان شاء الله نلتقي همين على الجدول عندنا مع شعبه صباحي اي وبي وراح يكون نفس الشرح حتى المسائي بينهم ينضمون يعني طلاب نحن هسه انتبهوا من يصير عندنا بعد محاضرتين اقول لكم شعبه اي وشعبه بي اي شعبه تدخل حتى المسائي عادي لان هي اصلا انتم مشترك كل هاي المواضيع اللي ناخذها مشتركه
تمام دكتور. زين الساعة أترككم وأتمنى لكم جوفو سويت إن بون جورني إن بون سواري، نهار سعيد وأمسية سعيدة. وأتمنى لك بالمثل باليزيد. Thank you, thank you. Merci beaucoup, merci. Alors, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.